الله بالخير ومساء الصحة عليكم. اليوم رح نتكلم عن نظام راج بصورة كبيرة في الفترة الأخيرة، ألا وهو نظام الصيام المتقطع أو intermittent fasting. طبعاً الصيام يعتبر من الطرق العلاجية والصحية ومن الممارسات الدينية في كثير من دول العالم. الصيام أيضاً من الشغلات اللي تحمل فوائد صحية كبيرة للمحافظة على الوزن، تقليل نسب الكوليسترول وتقليل السكري في جسم الإنسان. إحنا من أيام كثيرة خلال الشهر، ممكن الاثنين والخميس، خلال فترة شهر رمضان وأيضاً صيام النوافل نصوم. لكن الصيام اللي مقصود في هذا النظام هو الصيام غير الصيام الإسلامي المعتاد عليه. نصوم عدد ساعات معينة خلال اليوم عن استهلاك الطعام. ممكن نلجأ لشغلات ثانية خالية من السعرات الحرارية مثل الماء، المشروبات القهوة السادة، الشاي بأنواعه، شغلات الخالية من السعرات الحرارية. النظام هذا شافوا في الفترة الأخيرة أنه ممكن نلجأ له لنزول الوزن. ليش؟ لأن الجسم يستهلك في خلال فترة الصيام الدهون المخزنة في الجسم كمصدر للطاقة بدل ما يستهلك الأكل. إحنا في فترة اللي ناكل فيها، فإن الأكل لما نهضمه راح يتكسر إلى سكر، هني راح نلجأ إن ناخذ هذا السكر كمصدر للطاقة. الجسم إذا خلص من هذا السكر فإنه راح يلجأ إلى تكسير الدهون اللي موجودة داخل جسم الإنسان ومخزنة كمصدر للطاقة، وبالتالي راح ينزل الوزن. فلذلك شافوا أن تحديد ساعات معينة خلال اليوم للأكل وساعات أخرى ما يأكل فيها الإنسان ممكن تساعد على نزول الوزن. في دراسة في جامعة ألاباما شافوا أن الأشخاص اللي يستهلكون سعراتهم الحرارية من الساعة 7 الصبح لثلاث الظهر تقريباً، أي يصومون يأكلون فقط خلال 8 ساعات مقابل أشخاص يستهلكون سعراتهم الحرارية من 7 إلى 7، يعني يأكلون فقط مدة 12 ساعة ويصومون 12 ساعة، شافوا أنه عقب مدة شاف أن مستويات الإنسولين عندهم تحسنت، وأيضاً حساسية الإنسولين أو تقبلها للسكر صارت طريقة أفضل، وسكر الدم عندهم كان أفضل. لكن على المدى الطويل مع أن أنهم صاموا أو حددوا أكلهم فترة معينة ما نزل عندهم الوزن بصورة أكبر من الأشخاص اللي فقط قللوا السعرات الحرارية. هني ننبه على الأشخاص أن هذه الطريقة ممكن تكون فعالة للبعض، أن يحددون ساعات معينة من اليوم لاستهلاك السعرات الحرارية. هذا النظام الغذائي يعتبر صحي للأغلبية لأن ما في تدخلات غذائية معينة، فقط تحديد وقت ساعات الأكل، لكن لا ننصح فيه للمرضعات، الحوامل والأشخاص المصابين بالسكري في حالات متقدمة. كانت هذه نصيحتنا الغذائية لكم اليوم، نتمنى لكم دائما الصحة والسلامة. اهلا وسهلا فيكم اخواني واخواتي في هذه الحلقه. ودنا نتكلم على اصابه متكرره عند كثير من الناس وشلون التدخل السريع في علاجها، اصابه انزلاق الديسك. اصابه انزلاق الديسك كثير من الناس يقول انا حاشني عوار وقعد 3-4 أيام على بال ما خف مني العوار، وبعضهم خذ اسبوع منه او اكثر او اقل، واضطر انه في المستشفيات ياخذ جرعات كبيره من مسكنات حتى انه يسكن مثل هذا الالم. هل ممكن في العلاج الطبيعي او ممكن حتى انتم في البيت ممكن تعالجون نفسكم بنفسكم لو لا قدر الله تم اصابه الانسان بانزلاق بالديسك؟ خلينا نعرف ان انزلاق الديسك هو عباره عن اصابه لها درجات متعددة، منها ما هو البسيط ومنها ما هو المتقدم، لكن له علامات. يعني إصابة الديسك لها علامات. هناك إصابة في الديسك عبارة عن إصابة يصير فيها انزلاق يضغط فيها الديسك، وخلنا نتكلم على إصابة الديسك في الظهر، يضغط على العصب اللي هو نازل على ريلكم. لو تخيلنا أن هذا العصب هو عبارة عن عصب نازل من الظهر بهذه الطريقة ويغذي الرجل، إذا صار هناك في إزاحة في الديسك راح يضغط الديسك على مثل هذا العصب ونحس بمجرى العصب تحت في الرجل في الألم. يعني يكون الألم في الظهر
وينزل الألم إلى الورك وأحياناً إلى الفخذ وأحياناً إلى الساق. فمثل هذا الألم إذا صار بمثل هذه الطريقة ففي الغالب عندنا إصابة في الديسك. إصابة الديسك ممكن أن الإنسان يعالج منها من خلال الأدوية مؤقتاً من خلال تخفيف الآلام، وممكن أنه يعالج نفس إصابة الديسك علاجه مباشر، يعني علاج مباشر دون الحاجة في التدخلات العلاجية. شنو ممكن يسوي الإنسان إذا صار عنده انزلاق في الديسك؟ إذا صار عنده انزلاق في الديسك يحط إيده في مثل هذا المكان في الظهر ويرجع إلى الخلف، يعني يمسك ظهره بمثل هذه الطريقة مكان الإصابة أسفل الظهر ويرجع إلى الخلف ويعد للخمسة، 1 2 3 4 5، وبعدين يرجع في استقامة. خلينا نحط في بالنا هذا عبارة عن علاج لانزلاق الديسك وليس للناس اللي عندهم إصابات أخرى، حتى لا نخطئ في استخدام مثل هذه الأداة العلاجية. يعني إذا كان الإنسان عنده انزلاق في الديسك يرجع بمثل هذه الطريقة، هذه الطريقة شو تسوي؟ ترجع لنا الديسك مرة ثانية إلى مكانه بعيد عن العصب اللي هو ضاغط عليه، فتلقائيا راح يخف الألم بشكل كبير جدا. فهذا يعتبر التدخل الأولي إذا صار الإنسان انحنى شال شيء وبعدين على طول عور ظهره، تذكروا يحط إيده في مثل هذا المكان ويرجع إلى الخلف. إذا رجع إلى الخلف الآن هو قاعد يرجع الديسك مرة ثانية إلى مكانه. هناك في تدخل آخر، ممكن الإنسان ينام على ظهره، وإذا نام على ظهره يثني ركبته إلى صدره، فيثني ركبته الثنتين إلى صدره وينسدح على ظهره ويعد من 15 إلى 20 عدة، يعني يتكلم على 20 ثانية وهو ماسك رجله الثنتين وهو نايم على ظهره. في مثل هالحالة هذه راح يخفف الضغط للديسك على العصب، فبالتالي راح يخف عليه الألم بشكل كبير جدا. مثل هذا التدخل السريع خاصة في أول إصابة الإنسان في انزلاق الديسك يكون نافع جدا. كثير من الحالات ما تحتاج فترة طويلة، ممكن خلال نفس الجلسة يحس الإنسان بتحسن بإذن الله عز وجل ويكون عالج نفسه بنفسه. رحب فيكم أعزائي المشاهدين، راح نتكلم عن اضطرابات، أحد أنواع اضطرابات القلق اليوم هو الفوبيا. في أنواع وايد من الفوبيا، أكثر من 300 نوع من الفوبيا، وقاعد تطلع أنواع جديدة بين فترة وفترة. أتكلم اليوم عن نوعين من الفوبيا. النوع الأول هو الخوف من الأماكن المفتوحة أو الساحات، الأغورافوبيا. الأغورافوبيا هو أن الإنسان يخاف يعدي في درجات، طبعا في درجة القصوى أنه ما يطلع برا الغرفة، وفي درجة أقل يطلع يروح حد الصالة داخل البيت ما يعدي سور البيت، وفي نوع يطلع للفريج، وفي نوع يطلع مثلا المنطقة لأبعد المنطقة اللي وراها لكن ما يبعد وايد، فهو درجات تتفاوت. هذا النوع من الخوف أو الفوبيا ترى علاجه جدا بسيط. علاجه عبارة عن تدريج، تدريب مع عن طريق التدريج، تقليل الحساسية التدريجي نسميه. إنه إذا واحد يخاف من الخروج من البيت مثلا، نوصله لعند السور شوي شوي، نوصله لعند راس الفريج شوي شوي، نوصله لعند نهاية المنطقة إلى أن يوصل إلى أبعد نقطة هو ممكن يوصل لها وما يحس بأي شيء. هذا الخوف من الأماكن المفتوحة. طبعا الهاجس اللي عند المريض بهذه الفوبيا إنه ممكن يطيح يغمى عليه وما حد يقدر ينقذه، هذا الهاجس اللي عنده. فاحنا دائما نقول لهم ترى احنا بخير والدار أمان مثل ما يقولون، أبسط هذيك واحد اثنين وينادون لك الأسعاف لو بيصير شيء، إذا افترضنا أنه بيصير شيء، وبعدين ما حد راح يشوف إنسان طايح وراح يخليه ما راح ينقذه. العكس الكلاستروفوبيا أو الخوف من الأماكن المغلقة، ممكن أنت بالدور 20 بالدور 14 تحتاج تصعد، ما يصعد أسانسير ولا يقدر يخلي الغرفة مسكرة، ما يقعد في مكان مغلق، حتى لو كان بيدش تكرمون يعني أماكن مثلا الدورات المياه ما يقدر يسكر البيبان، لازم يكون المكان مفتوح،
بعضهم يكون ما يبي يسكر الباب نهائيا، بعضهم ما يبي يقفل الباب، بعضهم يكون عنده بس انه يرد الباب، فهو تختلف كذلك من درجة الى درجة. ما يحب الاماكن المغلقة، في الغالب يكون هالنوع من الخوف انه تعرض حق موقف معين في حادث مروري او احد الاجهزة اللي دخلها مثل الامراي. انا وايد اشوف حالات اللي يدخلون الامراي يصير فيهم كذي عقبها، ما يعني هذا موقف يكون هو اللي شغل الكلاستروفوبيا او الخوف من الاماكن المغلقة. لكن الاساس بكل انواع الفوبيا هو القلق، لانه يعتبر احد انواع اضطرابات القلق كذلك. يعطيكم العافية.